قال وزير الأعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري إن مهرجان الكويت المسرحي يعد منارة للثقافة والأدب في الوطن العربي منذ انطلاقته، إذ استطاع أن يعلن هويته واستمراره نحو التميز والرقي ونشر ثقافة التنوع الإبداعي والفكري، ليكون منصة حضرية تسهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية. وأضاف راعي المهرجان في كلمة ألقاها على خشبة مسرح عبد الحسين عبد الرضا في افتتاح فعاليات الدورة 23 أن هذه الدورة تتزامن مع احتفال دولة الكويت بالأعياد الوطنية والاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. واحتفى مهرجان الكويت المسرحي بأسماء لامعة في الحركة المسرحية الكويتية، إذ خصص في حفل افتتاح دورته 23 تكريما خاصا لمسرحيين متميزين مستذكرا أعمال الرواد. وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب مساعد الزامل إن المهرجان اختار صاحب الكاريزما التي لا مثيل لها الأستاذ والفنان القدير سعد الفرج كشخصية لدورته الحالية، وأنه لمن دواعي السرور أن أكون معكم اليوم في انطلاقة الدورة 23 لمهرجان الكويت المسرحي الذي يتزامن مع احتفال دولة الكويت بالأعياد الوطنية والاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. هذا المهرجان المسرحي الذي يعد منارة للثقافة والآداب في الوطن العربي منذ انطلاقته، إن هذا المهرجان يؤكد على أهمية رسالة الفن المسرحي ودوره التنموي والثقافي، فقد استطاع منذ دورته الأولى أن يعلن هويته واستمراره نحو التميز والرقي ونشر ثقافة التنوع الإبداعي والفكري على خشبة المسرح، ليكون منصة حضارية تسهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية. نسعد في هذا المهرجان باختيار الفنان القدير سعد الفرج كشخصية المهرجان وكضيف المهرجان الأستاذ سلطان البازعي. في دورة الحالية تقديراً وعرفاناً لمسيرة الفنان القدير سعد الفرج الزاخرة بالعطاء في الفن الكويتي، رائداً من رواد الحركة المسرحية الكويتية وتقديراً لدوره الكبير في إثراء الحركة الفنية المحلية والخليجية والعربية، محاورة إصلاحية، ذلك العنوان الذي بدأت منه الانطلاقة لريادة الحركة المسرحية الكويتية في الخليج، حفر تاريخها الكاتب والمؤرخ الأستاذ عبد العزيز رشيد رحمه الله، لتكن تلك المواقف النقدية منهجاً يتوالى لمستقبل نتاجات النصوص المسرحية. كانت الكويت زاخرة بالحب والعطاء والكفاح لكل من حولها، وتشارك ثمار عشقها للثقافة والأدب عبر أسفار البحار، حتى كانت مشاعل النور تضيء عقول أهل الهول واليمال، وشعر الصحراء بين قمر البادية والجبال، العاشقين لأدب الفن من فطرة الحياة.